مساء الخير. خلينا كل اثنين جنب بعض كده، خلينا ناخد اللحظات اللي في بداية اجتماعنا نرفع الرب في وسطينا النهاردة، نطلب وجهه، نطلب ان عينينا النهاردة تتفتح فتشوفه فنتغير الى تلك الصورة عينها من مجد المجد. جاي نطلب وجهك، هل دي طلبتك النهارده؟ ان احنا عايزين نشوفك في وسطينا النهارده. عايزينك تشاركنا باللي على قلبك. افتح عينينا عشان تشوفك، افتح ودنا عشان تسمعك. ليك انت وحدك كل المجد. ارتفع اللهم في وسطنا، ليرتفع اسمك عاليا فوق الكل. أريد أن أعرف ما في قلبك، أريد أن أشابه صورة ابنك، أريد أن أكون قرب قلبك، أن أنظر من قريب وأعاين وجهك. نطلب وجهك أن يسير أمامنا، جايين نبارك اسمك. افتح عينينا، افتح عينينا لكي نرى يسوع، افتح عينينا النهاردة لكي ننظر إليه ونتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. قدوس أنت يا الله، قدوس، قدوس أنت يا الله، قدوس أنت يا الله، إلهي وباركي، إلهي وباركي، قدوس أنت، قدوس أنت.
رحيم أنت يا الله، رحيم أنت يا الله، أنت رحيم. أسجد قدامك النهاردة كي يعطيك أنت كل المجد كل الكرامة. مستحق وحدك يا رب، مستحق وحدك تأخذ كل الكرامة كل المجد كل السجود. غنوا هالليلويا، غنوا هالليلويا، غنوا هالليلويا، غنوا هللويا. هو الإله القادر العلي، هو الإله المخلص الشافي. غنوا غنوا هللويا، غنوا هللويا، غنوا هللويا، غنوا هللويا. هو الإله القادر العلي، هو الإله المخلص الشافي. هو الإله، واعلن كده انت يا رب الاله المخلص الشافي.
أنت الإله المخلص الشافي. خلينا كلنا في نفس واحد مع بعض. أنت الإله المخلص الشافي. إحنا بنعلنك النهاردة لبلادنا، أنت الإله المخلص الشافي. إحنا بنعلنك يا رب للكنيسة، أنت الإله المخلص الشافي. أعلنها على حياتك كمان النهاردة، أقول له رب أنت الإله المخلص الشافي. إحنا النهاردة جايين نعلن كده ونغني ليك ونفرح بيك، أنت الإله المخلص والشافي. غنوا هللويا، غنوا هللويا، غنوا هللويا، غنوا هللويا. هو الإله القادر العليم، هو الإله المخلص الشافي. تحرر تشفينا عم نعم، نعلن إيماننا، لا تتغير لا تتأخر، نؤمن بك نؤمن بك. تحررنا عم تشفينا عم نعم، نعلن إيماننا، لا تتغير لا تتأخر، نؤمن بك الأخير ده. وإحنا بنقولها كده بنقول يا رب إحنا جايين نرفعك، جايين بالنيابة عن الشعب بتاعنا في هذا اليوم يا رب، وعشان الأيام اللي جاية. دمك يا رب على أبوابنا، أنت المخلص، أنت الشافي، أنت اللي بتحرر وأنت اللي بتحمي. فيك أمنا وحدك، نحن نرفعك
ونسبحك فيك أماننا على حياتنا على أبوابنا دماؤك دماؤك نحن نرفعك ونسبحك فيك أماننا على حياتنا على أبوابنا دماؤك دماؤك مهدم خلصتنا مهدم خلصتنا مهدم خلصتنا وتخلص من تمام مهدم خلصتنا مهدم خلصتنا مهدم خلصتنا وتخلص من تمام بنبارك اسمك بنعليك أنت وحدك رب فيك أماننا أنت الملجأ أنت الحصن أنت صخر الدهور الكامل صنيعه جايين نسجد ليك جايين نرفعك النهاردة جايين نعليك لأنك أنت الصالح وإلى الأبد رحمتك لأنك عظيم وليس لعظمتك استقصاء مبارك اسمك رب يحمدك يا رب كل أعمالك ويباركك أتقياؤك يحمدك يا رب كل أعمالك ويباركك أتقياؤك
مثلك قوي، من مثلك رب وحقك من حولك يا رب إله الجنود. من مثلك قوي، من مثلك رب وحقك من حولك. لك السماء، في مكاننا وخلينا كل اتنين خد اللحظات اللي جاية دي بكلماتك انت عبر للرب، قل يا رب مفيش زيك، من مثلك قوي، من مثلك حقك من حولك، من مثلك عظيم وليس لعظمته استقصاء. كرامة ومجد لي،
تستطيع
تصنع العجائب، أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء. قل له كمان مرة، أنت عظيم، أنت عظيم ليس مثلك. أكمل أقول له أنت عظيم، أنت صانع العجائب، صح؟ كم واحد موافق؟ تستطيع كل شيء؟ كم واحد جرب الحكاية دي السنة اللي فاتت؟ متوقعين أكتر، متوقعين عجائب أكتر، لأنه هو صانع العجائب العظام وحده، يعني هو الوكيل الوحيد للحتة. والوكيل الوحيد دايما بيفضل شغال، ما بيبطلش شغل، عشان هو الوكيل الوحيد. مين؟ عايزك ترفع ايدك كده، غمض عينك وقول يا رب انت عظيم، انت صانع العجائب العظام وحدك. احنا النهارده جايين ككنيسه نعلن كده، احنا شفناها وعارفين ان احنا لسه هنشوف اكتر. انت صانع العجائب العظام وحدك، ليس مثلك، انت تستطيع كل شيء وشفناها، ولا يعثر عليك امر وشفناها، وعارفين ان احنا لسه هنشوف اكتر واكتر. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. بارك اسمه، بارك اسمه، بارك اسمه كده في اللحظات اللي جايه دي. قول له رب احنا بنشكرك لانك انت حاضر في وسطينا، لانك انت تصنع العجائب العظام وحدك، لأنه ليس مثلك، لأنك أنت الإله القدير، أنت كلي القدرة، أنت تستطيع كل شيء، ولا يعصر عليك أمر. أشكرك لأجل مشيئتك الصالحة المرضية الكاملة التي تأتي بها يا رب علينا، على حياتنا كأفراد، كجماعة، ككنيسة، كبلد، في اسم يسوع المسيح. إحنا بنبارك اسمك، إحنا بنبارك اسمك، إحنا نسجد أمامك النهاردة. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تصنع العجائب، أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع. كل سنة وانتوا طيبين. تعرفين ليه؟ لا، مش اللي في دماغكو، عشان ده اول اجتماع صلاة في السنة الجديدة. كل سنة وحضراتكم طيبين. طيب هقرأ معاكم ايتين من كلمة ربنا، وهو بولس الرسول كتب لاتنين، واحدة مرة قالها لكنيسة تسالونيكي، والتانية قالها لفيليبي. بيقول نفس الكلمات او نفس المعنى. هقرأ من تسالونيكي الاولى أصحاح 5 وعدد 16، يقول افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. مرة تاني، افرحوا كل حين،
صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. فيليبي 4:4 نفس الكلمات بيكررها بصورة تانية. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. لو لاحظتم في رسالة تسالونيكي وفي رسالة فيليبي بيقول ثلاث حاجات وبيقولهم بصيغة الأمر، بيقولهم افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، واشكروا. وقالهم تقريبا بنفس الترتيب في فيليبي، قال لهم افرحوا في الرب كل حين، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. واسمحوا لي النهاردة أخذهم بالعكس، وإحنا بنصلي النهاردة هنمشي بالعكس، مش من الأول افرحوا والصلاة، لكن هناخدها من الشكر. إحنا شكرنا ربنا على السنة اللي فاتت في آخر اجتماع صلاة في 2012، لكن كمان مهم قوي وإحنا داخلين 2014 نشكر ربنا على الزمن الآتي، نشكر ربنا على 2014 اللي مش عارفين هيحصل فيها إيه، لكن عارفين إن اللي ربنا هيعمله في 2014 صالح وخير ولخير شعبنا وبلدنا. أمين؟ كم واحد مصدق كده؟ أين كانت الظروف؟ أين كانت الأحوال؟ عشان كده نفسي نقف مع بعض ونقرأ بالتبادل مزمور 107. خلينا نقف مع بعض ونقرأ مزمور 107 بالتبادل لغاية عدد 32. هقرأ أنا عدد وحضراتكم عدد. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خيرا. لأنهم عصوا كلام الله وأهانوا مشورة العلي. ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصوا من شدائدهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. والجهال من طريق معصيتهم ومن أثامهم يذلون. فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصوا من شدائدهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. النازلون إلى البحر في السفن، العاملون عملا في المياه الكثيرة. أمر فأهاج ريحا عاصفة فرفعت أمواجه. يتميلون ويترنحون مثل السكران، وكل حكمتهم ابتلعت. يهدي العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. هاليلويا الرب صالح، هاليلويا الرب صالح، هاليلويا الرب صالح، إلى الأبد رحمته. لأنه أشبع نفسا مشتهية I'm
داخل 2014 صدق ان الرب صالح من اول يوم، من اول لحظة، من اول ما بدأناها لغاية لما هننيها. الرب صالح اللي خلى الحكمة بتاعتهم ابطلعت. ما تخافش من السنة 2014 خالص، لان الرب صالح. نفسي كده كل اتنين يبصوا الاتنين اللي وراهم واشكر ربنا على 2014، اشكر ربنا على اللي جاي، اشكر ربنا على الزمن الآتي. قول له احنا مصدقينك انت صالح، احنا بنشكرك على كل اللي هيجرى فيها، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الامني، على المستوى الروحي. احنا بنشكرك ومصدقين انك صالح تعمل لخيرنا. خلينا واحنا واقفين نصلي كده اربعات ونشكر ربنا بصوت عالي. علي صوتك واشكر ربنا. ما تخافش من السنة دي خالص، هو صالح، هو صالح. مزمور 107 بيقول عمل ايه؟ على كل الأصعدة بيقول عمل ايه؟ حتى الجوع والعطش هو يسدد الاحتياجات المادية، حتى الحكمة الشريرة هو خلاها تبتلع، حتى المخاوف والبحار والأمواج هو إله صالح. اشكره على 2014 اللي لسه ما شفناش منها حاجة، اشكره. قولوا انا عارف انك صالح، انا عارف انك صالح. هو صالح، هو صالح. نشكرك، بنشكرك، بنشكرك. انت إله أمانة لا جور فيك يا رب. احنا بنشكرك ومصدقين فيك. نقول لك انت بتقود 2014، انت واخد الكنيسة، واخد البلد في مراحمك يا رب، واخدها في صلاحك. احنا بنشكرك ومصدقين ان 2014 مختلفة يا رب، سنة فيها امور تحسن في بلدنا، سنة امور تحسن في حياتنا، سنة امور تحسن في الكنيسة. احنا مصدقينك وبنشكرك، انت عظيم يا رب، انت عظيم. الهنا عظيم، الهنا امين، حافظ وعده سنين وسنين، بيطعم شعبه في برية. إلهنا عظيم، إلهنا أمين، وحافظ عهده سنين وسنين، بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسرين. إله دانيال ورب داود، بنؤمن إنه مدى موجود، ينجي عبيده حسب وعده من سيف جوليات. We're cool.
بتتغير، كل حاجة بتتغير، بس هو مش بيتغير. إله 2013 و2012 و2011، إله العهد القديم، إله العهد الجديد، مش بيتغير. انتوا قعدتوا ليه؟ احنا لسه، انا مش هوعظ دلوقتي، بعدين خلينا نقف لان عايزين نكمل شكر ربنا ونقول مش بنشكره على اللي فات، احنا بنشكره على اللي ايه؟ على اللي جاي. بنشكره على 2014، نقوله بنحمدك بنشكرك يا رب. احنا جينا النهارده نقدم شكر مقدما يا رب على اللي هتعمله في 2014، اللي لسه عينينا ما شافتوش السنه دي عينينا هتشوفه احنا جايين نشكرك. احمدك احمدك يا رب بين الشعوب، وارنم وارنم لك بين الامم. احمدك احمدك يا رب بين الشعوب. عايزك تشكر ربنا بصورة شخصية على 2014. قوله أشكرك على الآتي فيها، حتى لو أنت في أزمة الأيام دي، حتى لو عندك مرض، لو عندك احتياج،
مهما كانت الظروف الحالية بتاعتك. اشكر ربنا على 2014، قل له بالإيمان داخل 2014 يا رب، أنا داخل بالإيمان، جاي متمسك بيك يا رب، متمسك بصلاحك، متمسك برحمتك، متمسك بمحبتك، متمسك بسلطانك، متمسك بقدرتك. أنا جاي أشكرك على 2014، عربون يا رب، شكر بقدمه لك، لأن عارف أنك هتعدي بيا وهتمسك إيدي وتمشيني على مرتفعاتي وعلى أزماتي وعلى احتياجاتي، انت هتعدي بيا. اشكر ربنا، علي صوتك، خلونا في نفس واحد كلنا نصلي بصوت عالي كده، اشكر ربنا، اطلق لسانك بالشكر واطلق قلبك بالشكر دلوقتي، قول له اشكرك عشان 2014 يا رب، اشكرك على اللي هتعمله معايا في حياتي الشخصيه يا رب، في ظروفي العائليه، في ظروفي الصحيه، في ظروفي الماديه، انا داخل بالايمان السنه دي يا رب، اشكرك اشكرك، انت صالح، انا جاي اباركك، جاي اعظمك، جاي اشكرك، جاي اديك المجد اللايق بيك، جاي اقول لك الكلام اللي انت تستحقه يا رب، انت تستحق كل اكرام وعزه وجلال وسجود، جاي اباركك النهارده، جاي اباركك من اجل سنه جديده، انت مش بتتغير، انا داخل بالايمان ده السنه دي يا رب، انت الاله الذي لا يخزى منتظروك، انا مش خايف من 2014، انا ماسك فيك وانا داخل السنه دي. ادخل ادخل السنة دي بالشكر والحمد والتسبيح.
الإنسانية بتاعتنا بنشكر ربنا بكلمات الترانيم، بس كمان في حاجة تانية، لغة تانية نقدر نستخدمها نشكر بيها ربنا ونقول له يا رب احنا متشكرين جدا. عارفين هي ايه؟ نحن نسقف لربنا، نقول له احنا متشكرين يا رب، متشكرين متشكرين. احنا دي الادوات اللي نعرف نستخدمها، ده اللي نعرف نعمله، ان احنا نسقف لك، نسقف لك لانك مستحق يا رب، انت مستحق. ده اللي نعرف نعمله يا رب، نكلمك ونخلي لك ونسقف لك، جايين نقول لك متشكرين متشكرين على 2014. احنا متشكرين يا رب، متشكرين 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 يا رب، متشكرين متشكرين على اللي جاي تعمله، متشكرين. بالآيات صافقوا، اهتفوا اللعب صوت الابتهاج. بالآيات صافقوا، اهتفوا اللعب صوت الابتهاج. لأن الرب إله عظيم، ملك كبير على كل الأرض. تقطع الشعوب له، اتفضلوا استريحوا. افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. احنا بنرجع بالعكس مش كده؟ صلوا بلا انقطاع. المسيح نفسه قال نفس العبارة بس بصورة تانية. موضوع الصلاة بلا انقطاع ده في أزمة الأيام دي، في أزمة. عمال كنت بفكر بقول له ليه يا رب الدنيا نزلت شوية كده؟ مش ملاحظين الصلاة الكيرف بتاعها نزل شوية؟ صح؟ خدنا اللي احنا عايزينه، خايف نكون ان هو ده المشاعر اللي جوانا، خدنا اللي احنا عايزينه وتهيأ لنا ان الصورة خلاص بقت جميلة، يبقى مش عارفين ولا فاهمين أي حاجة. المسيح ضرب مثل في إنجيل لوقا أصحاح 18، ويمكن تقريبا المثل الوحيد اللي حط له عنوان. معظم أمثال المسيح ملهاش عناوين، بيشرح المثل بعد ما بيقول المثل. بس المثل ده في لوقا 18 المسيح حط له عنوان، وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. قبل ما يقول المثل قال ده العنوان بتاعه، عنوانه أنه ينبغي أن يصلى كل حين بلا ملل وبلا كلل وبلا اكتفاء. ابتدى يقول المثل المشهور بتاع الأرملة في عدد 6، بيقول لهم: وقال الرب اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاري الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا، ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ عدد 9 بقى واللي بعديه ده مهم قوي، بيقول لنا ليه احنا بنمل من الصلاة، بيقول لنا ليه احنا مش قادرين نكمل سكة الصلاة، بيقول لنا ليه مرات لما بنصلي بنحس ان الصلاة بتاعتنا ما بتطلعش فوق السقف دون. بيقول ايه؟ وقال لقوم واثقين في انفسهم انهم ابرار ويحتقرون الاخرين هذا المثل: انسانان صعد الى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والاخر عشار. اما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخطافين الظالمين الزناة، ولا مثل هذا العشار، أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. وأما العشار فوقف من بعيد
لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم أن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. في واحد صلاته سمعت، في واحد راح صلى وربنا سمع صلاته، واحد تاني متدين متعود حضور الكنائس بيحضر اجتماعات كتيرة قوي بس صلاته ما بتطلعش فوق، بيمل بسرعة مش محتاج يصلي. عارفين ايه الكلمة اللي بيقولها هنا؟ كل من يضع نفسه تواضع. ما لا فكر هو احنا ليه الكيرف نزل؟ تالي موضوع التواضع غاب عننا مرة تانية بعد ما كنا بنصلي للتواضع لفترات طويلة، كأن الكبرياء الفيروس ده رجع لنا مرة تانية، فمش عارفين نصلي، مش عارفين نصلي خالص. كل ما نصلي مش حاسين ان في نعمة واحنا بنصلي، زهقنا من الصلاة، ملينا من الصلاة، مش شايفين تغيير من الصلاة. في فيروس اسمه الكبرياء، ده اللي اتكلم عنه بطرس وبيقول في رسالته صح 5 الرسالة الأولى: تسربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة. وإحنا بنصلي محتاجين نبقى لابسين حاجة، تسربلوا الثياب اللي الكنيسة تلبسها، اللي أنا وإنت نلبسها وإحنا بنصلي التواضع. ولو ما لبسناش الثياب دي صلاتك مش هتعدي في حتة، وهتمل وهتزهق. العهد اللي ربنا عمله مع سليمان إنه يسمع ويغفر ويبرئ الأرض بناء على التواضع، قال له إذا تواضع شعبي، إذا الجراد أكل الزرع، إذا الدنيا باظت على جميع المستويات، إذا الاقتصاد انهار زي بلادنا كده، لكن أنا بدخل معاك في عهد يا سليمان، إذا تواضع شعب الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرضية فإني أسمع وأغفر وأبرئ الأرض. ثلاث حاجات اللي احنا بنصلي لهم. عايزين إبراء لأرض مصر صح؟ عايزين ربنا يغفر لنا الخطية بتاعتنا، عايزين ربنا يسمع صلواتنا لما نصلي للمرضى والمخطوفين، عايزين ربنا يسمع الصلاة صح؟ إذا تواضع شعبي. ومن غير كده الصلاة ما تتسمعش، ومن غير كده الصلاة ما تطلعش بره الباب ده ولا تطلع فوق السقف دون. ده اللي الكلام اللي كان بيقوله سليمان لربنا. لو حصل لو حصل لو حصل، ربنا رد على سليمان قال له إذا تواضع شعبي وصلوا. تواضع يخليك تطلب ربنا، أنا محتاج ربنا. عايز تعرف أنت متواضع ولا لأ؟ بتصلي قد إيه؟ بتصلي قد إيه؟ بتصلي في اجتماع الصلاة ولا بتصلي في بيتك، ولا بتصلي في اجتماع الصلاة وفي البيت، ولا بتصلي وانت راكب المواصلات، ولا بتصلي وانت بتسوق العربية؟ أنت تعرف. أنا حاسس إن منحنى نازل، عايزين نرجع نفكر أنفسنا مرة تاني إنه من غير التواضع، من غير التواضع مش هنعرف نصلي، ومن غير التواضع مفيش حاجة هتتسمع، ومن غير التواضع مفيش إبراء للأرض، ومن غير التواضع مفيش غفران. واحد متدين دخل الهيكل يصلي، واحد عشار، ربنا يسمع مين في الاتنين؟ مش بتاع الكنايس، مش بتاع الهيكل، بتاع الهيكل ده متكبر، أنا لست مثل باقي الناس، أنا مش زي دول، أنا أفضل منهم. لكن سمع للعشار. ربنا جاي ينادي على كل واحد فينا مرة تانية، ارجع اتضع أمامي، اتسربل بالتواضع. الفين وتلتاشر ربنا سمع صلاة الكنيسة صح؟ حصل مش كده؟ ومشينا خطوات وقلنا ربنا آتي إلى مصر، والكنيسة رفع شعار السنة دي ليأتي ملكوتك. أنا عايز أقول لكم ده هيحصل، هيحصل، بس ممكن إحنا ما نختبرش الملكوت في الكنيسة، ممكن أنا وإنت لا ندرك حضوره. كم من الناس اللي يأتون إلى المسيح من خارج الكنيسة أضعاف أضعاف من يتوبون ويأتون للمسيح من داخل الكنيسة. هو موجود وملكوته سيأتي. الخوف إن الكنيسة تفقد زمنها ولا تعلم أن يسوع موجود في البلد، تفضل في كبريائها، في تعصبها، وفي اكتفائها.
في يشوع 6 النصرة، دخول أريحة، دخول الأرض، امتلاك المواعيد، بداية الامتلاك بتاعت المواعيد، حاجة كده شبيهة باللي حصل معنا 3-7، بداية تحقيق المواعيد، صح؟ زي يشوع 6 نصرة، حصل نصرة، صح؟ يشوع 7 حصل ايه؟ هزيمة مريرة لنفس الشعب ولنفس الناس. بعد ما انتصروا دخلوا أريحة أعظم بكتير وأقوى بكتير وأصعب بكتير من عاي، اتهزموا قدام مدينة صغيرة، قالوا دي عاي دي صغيرة أو مش محتاجين غير 3000 رجل. بيقول الكتاب إن هما هربوا من عاي وقتلوا. ده شعب الله برضو، صح؟ ممكن يحصل معنا كده؟ لو الكنيسة بطلت تصلي، لو الكنيسة لم تتواضع، ممكن تهزم، ممكن تهزم. مش كده؟ احنا محتاجين النهاردة نرجع مرة تاني نفحص أنفسنا ونختبر أنفسنا في محضر الله. قول يا رب اديني قلب متواضع، اديني قلب يسوع، اديني قلب يستعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. المتكبر ما يعرفش يصلي، المتكبر ما يعرفش يصرخ، المتكبر ما يعرفش يتعلق بربنا للآخر، ما يعرفش. صعبة، صعبة جداً، مستحيلة. لما يدخل محضر ربنا يبقى زي العشر، زي الفريسي. لما يدخل محضر ربنا شكله بيصلي، شكله بيسقف، شكله رفع ايده، بس من جواه هو مش محتاج ربنا، هو شايف نفسه كويس. من جواه، من جواه الكنيسة بقت مكتفية، احنا عددنا كبير وكنيسة زحمة، مفيش بركة ومفيش صلاة تتسمع. إذا تواضع شعبي وعملوا ايه؟ وصلوا. مش كده؟ نفسي ناخد لحظات شخصية كل واحد مع نفسه. افحص قلبك في محضر ربنا النهاردة. الصلاة هي المقياس اللي هتعرف انت متواضع ولا لا. بتصلي قد ايه؟ بتصلي بملل ولا بتصلي وانت متحمس لربنا وعايز ربنا وبتطلب ربنا؟ ولا بتيجي ربنا كده كمالة؟ يلا تعودنا حضور اجتماعات الصلاة، تعودنا نصلي قبل ما ناكل، تعودنا نصلي قبل أي حاجة بنعملها. ولو أنت بتصلي جواك قلب متواضع عايز ربنا، غمض عينك معايا في اللحظات دي، قل له اختبرني الله وأعرف قلبي، امتحني وأعرف أفكاري، وانظر إن كان فيا طريقا باطلا، انظر إلى كل كبرياء فيا يا رب النهاردة. الافتقاد مش هيجي، والانتعاش مش هيجي، والآيات والعجائب مش هتيجي من غير تواضع. هو ده العهد اللي ربنا قاله لسليمان: إذا تواضع شعبي أسمع صلاتكم وصرخكم وطلباتكم، لتعلم طلباتكم لدى الله. لو صليتوا بلا انقطاع، لو صليتوا كل وقت بقلب متضع أمامي، أسمع صلاتكم وأغفر خطيتكم وأبرئ أرضكم. مش أمنيات يا جماعة، مش أحلام نحلمها، هو عايز يعمل كده. بس في عهد محتاجين نحترمه النهاردة. قل له اكسرني يا رب، اكسر كل كبرياء فيا، كل عناد، كل عزة نفس، كل اعتزاز بنفسي واعتمادي على قدراتي وإمكانياتي. صلوا بلا انقطاع. مش هنعرف نعملها من غير ما نتضع. مش هنفضل نصلي ونعمل ليالي صلاة ونيجي ونهتم باجتماع الصلاة ونهتم بحياة الصلاة الشخصية من غير التواضع. مش هتعرف تعملها، هتزهق من الصلاة. قل له حطوا فيا قلب يسوع يا رب، القلب المتضع. انا اتكبرت قوي، الانجازات الروحيه بتاعتي خلتني كبير قوي، خلتني مش محتاجه اصلي، ما انا عارف كل شيء، ما انا حافظ الانجيل. ارجوك صلي في اللحظات دي، اللحظات دي مهمه جدا.
انك تيجي لربنا بتواضع شديد النهارده، تقول له اكسر كبرياء النهارده، انا جاي دشدش كبريائي عند رجليك يا رب النهارده، جاي ابص على المتواضع القدير النهارده وتصاغر. حط ايدك على قلبك من فضلك، قل له اديني قلب متضع يا رب، اديني قلب متضع. القلب ده تشوه يا رب، القلب ده تشوه، تشوه بقلب متعالي. حط جوع وعطش جوايا ليك يا رب، احتياجي هو انت. اختبرني يا الله، اختبرني يا الله، اختبرني يا الله واعرف قلبي. اختبرني يا الله، اختبرني يا الله، اختبرني يا الله واعرف افكاري. وانظر ان كان فيا طريق باطل، اهدني طريقا ابديا. عالي ويرى المتواضع، واما المتكبر فيعرفه من بعيد. اوعى تفتكر انك ينفع تستخبى من ربنا، انك موجود في الكنيسه وانك قاعد بتصلي او تتفرج على البرامج المسيحيه، انك ينفع تستخبى من ربنا. يرى المتكبر من بعيد. مش كده؟ ارجوك النهارده لو بتسال هو ربنا مش بيسمع صلاتي ليه، هو انا ليه مش بلاقي نعمه وانا بصلي، ليه مش بلاقي السماء مفتوحه، ليه كل ما اصلي الاقي السماء مقفوله، ليه كل ما اصلي احس انه ما بيسمعنيش. ناس كتيره بتسال السؤال ده. فتش على قلبك، فتش على قلبك، قول يا رب النهارده انا عايز قلبي ده يبقى متواضع. صدقني صدقني، لو النهارده خرجت بقلب متواضع هتعرف تطلب ربنا، هتعرف تتعلق بيه، هتعرف تمسك فيه. اسمحوا لي نقف كلنا. هنصلي الكلمات دي، مش ترنيمة بس هنصليها، هي ترنيمة بس هنقولها كلمات شخصية. بنيجي ونتواضع قدامك يا رب النهاردة، نطلب توبة حقيقية. هنرجع عن الطرق الرضية اللي اعتمدنا فيها على أنفسنا، اللي اكتفينا فيها وقلنا كفاية كده خلاص انت هتكمل. نيجي ونتواضع قدامك، نعلن توبة حقيقية، نسجد ليك ونطلب وجهك. سيب الطرق الرضية
متكبر لما يجي يصلي عارف ربنا يعمل ايه؟ يقاومه ويقف قدامه كده يقول له ارجوك ما تصليش يبعده. يقاوم الله المستكبرين، لكن المتواضعين وهم بيصلوا حتى لو خطاه حتى لو زناه يديهم نعمه زي العشار. لكن الفريسي عمالين يقول له تعالى وسطينا. لو الكنيسة متكبرة في مصر مش هيجي. لو الكنيسة لسه متمسكة بعقائدها وبتتخانق مع بعض وشايفة نفسها أحسن من بعض، لما نصرخ ونقول له تعالى مش هيجي يقاومنا. مش قادر يستمتع بالحضن الإلهي. دور على قلبك، دور على قلبك. هو قال كده أنا بقاوم المين؟ مستكبرين. لكن الخطاة المتواضعين أهلا وسهلا بيهم. حباب قلبي فين؟ في إنجيل متى 23 أصحاح 23 تقريبا 13 مرة يقول للقادة الدينيين لرجال الدين للي اسمهم مؤمنين بلغت العصر اللي احنا عايشين فيه، ويل لكم. أتمنى الكلام ده لا ينطبق علينا. ده السر يا أحبة، إن الكنيسة تتضع وأنا وإنت نتضع، نختبر حضور ربنا ونعرف نصلي ولا نمل ولا نكل بلا انقطاع. هنبقى عايزينه طول الوقت، طول الوقت جواك أشواق لربنا، طول الوقت عايزه لأنك حاسس إنك عاجز، طول الوقت متعلق بيه لأنك حاسس إنك ضعيف، طول الوقت محتاجه لأنك خاطي، طول الوقت عايزه وهو بيقابلك. طول ما انت شايف نفسك بار وصديق وانك خادم وانك معروف وان ربنا بيستخدمك، مش محتاج تصلي قوي قبل الخدمة. انسى، انسى المجد الالهي، انسى الحضور الالهي، انسى التعاملات الالهية. يرى المتكبر من بعيد ويعمل يقول له خليك مكانك، يقاومه ما تقربش. نفسي كل أربعة نصلي بالنيابة عن الكنيسة في مصر. ادي الكنيسة روح المسيح يا رب، ادي الكنيسة روح المسيح، الروح المتواضع. ادينا الخدام وادينا القادة وادينا رؤساء الطوائف، ادينا كلنا رب روح المسيح يا رب، الروح المتواضع، عشان نعرف نطلبك يا رب، وعشان ما نقولك تعالى تأتي إلينا، وعشان ما نقولك ابرئ الأرض تبرئ الأرض، عشان ما نقولك تغفر الخطية تغفر الخطية، نقولك اشفي المرضى تشفي المرضى. سرب للكنيسة يا رب التواضع بروح المسيح يا رب، الروح المتواضع، ان الكنيسة تتعلم منك. انت النموذج يا رب، انت النموذج. صلي صلي قول له رب سرب للكنيسة بالتواضع، الخدام والقادة الكل يا رب، الشعب والإكريدوس الكل يا رب الكل، عشان نعرف نحب بعض ونتحد، عشان نعرف نتحد ببعض من غير ما نتواضع قدام القدير وقدام بعض. علم الكنيسة الدرس يا رب، علم الكنيسة الدرس، علمنا كأفراد وكجماعة وككنيسة في مصر بكل طوائفها هذا الدرس، التواضع، التواضع. ما
ارحم كنيستك يا رب، ارحم الكنيسة من الكبرياء يا رب، ارحم الكنيسة من الصراع على المناصب وعلى الخدمات، ارحم الكنيسة يا رب، ارحم 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 كنيستك في مصر الأيام دي يا رب، سربلها بالتواضع يا رب. الأنانية والغيرة والحسد، كبرياء هو السرطان اللي بيطلع كل الأمور دي. انزع هذا السرطان من قلوبنا يا رب ومن عقولنا، انزعه استأصله من جذوره يا رب. السرطان اللي بيضرب وحدة الكنيسة في مصر، السرطان اللي بيضرب العلاقات الزوجية، السرطان اللي بيضرب في الصداقات، السرطان اللي بيضرب في البلد ومقسم البلد، ارحم يا رب، ارحم ارحم ارحم. عايزين روحك يا رب، روح المسيح يا رب، تلبسنا يا رب روح يسوع المسيح. جئنا تواضع قدامك الليلة يا رب، قل لك ارحمنا يا رب، ارحمنا من كبريائنا اللي هيدمرنا، ارحمنا يا رب، خلصنا من هذا الكبرياء يا رب. مد ايدك في قلوبنا الليلة يا رب وانتزعوا، انتشلوا من جذوره الليلة يا رب. مد ايدك، مد ايدك الليلة في قلبي وقلب اخواتي وقلب القادة وقلب الكنيسة النهاردة، وانتشلوا وانتزعوا من جذوره يا رب. ارحمنا يا رب، ارحمنا، ارحمنا يا ابن داود، ارحمنا، ارحمنا من كبريائنا ومن عزة نفسينا، ارحمنا من انجازاتنا اللي تمسكنا بيها، ارحمنا من كراسينا ومناصبنا، ارحمنا، 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 عشان نعرف نجيلك يا رب وننادي عليك، عشان نعرف نتمسك بيك، عشان نعرف نكلمك في كل حين وفي كل وقت وفي كل لحظة. حصل السنة اللي فاتت وهذا ما ابتدأ يسوع أن يفعله، وهذا ما ابتدأ يسوع أن يفعله، هذه بداية الآيات اللي ربنا يصنعها في مصر. بس لو الكنيسة بطلت تصلي يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت، لغاية لما يحقق، لغاية لما يعمل كل اللي في قلبه يحصل. ولو احنا سكتنا هو هيسكت، مش هيكمل، هيعمل بره وهيرحم الناس ويغيرهم، بس الكنيسة مش هتشوف. مش كده لازم نكمل نصلي بلا انقطاع وبلا ملل، ونقول له كل اللي في قلبك يا رب للبلد دي يكون. من نفسي في حاجة نصليها للكنيسة قبل ما نصلي للبلد، موضوع الوحدة بطلنا نصلي له صح، والمنحنى برضو زي الصلاة ابتدى يعمل ايه، بدنا نتراجع في الوحدة مرة تانية.
نتراجع بجد المرة دي. عايزين نقول له رب لأ، اللي عملته كمله، ولا يقف إنسان أمام هذه الوحدة. وكل مشورة شريرة جاية رب تبطل وحدة كنيستك، ابطل مفعولها وصرب للكنيسة بالتواضع عشان تعرف تتحد. خلينا نقف كلنا مع بعض، وبأعلى صوتك كلنا هنصلي في نفس واحد. صلي من أجل وحدة الكنيسة الأيام الجاية. كمل اللي بدأته يا رب، كمل وحدة الكنيسة. أنت بدأت يا رب، أنت بدأت ولميت الكنيسة على بعض في أوقات صلاة، لميت الكبار والصغيرين. ارجع لمنا مرة تاني يا رب، ارجع لمنا مرة تاني، ولمع الوحدة في قلوبنا وقدام عينينا يا رب. جسدك يبقى واحد يا رب. احنا بنصلي ضد كل مخططات شيطانية يا رب عشان وحدة الكنيسة يا رب، كل عمل إبليس عشان الوحدة دي تتضرب يا رب. لا تنجح، لا تنجح. تعال للقادة في قلوبهم يا رب بوحدة. وحد القادة انت رب، انت اللي تكلمهم في منامهم، انت اللي تروح لهم وتقول لهم جسدي ما تقطعش، جسدي ما ينقسمش، جسدي يبقى واحد يا رب. تعال بإعلانات عن الوحدة لقادة الكنائس وقادة الطوائف. تعال لمنا يا رب كشعب يا رب من كل الطوائف مع بعض، وخدام وأسس. تعال كمل اللي بدأته. الكنيسة جاية تقف قدام كل مؤامرة خبيثة ضد الوحدة باسم المسيح يا رب. تفشل. صلي أرجوك، علي صوتك وصلي من أجل الكنيسة في اللحظات دي. المسيح مستني الكنيسة تتجمع عشان يعمل عمله بآيات وعجائب وعظائم في وسط جسده. صلي صلي، اطلب ربنا للكنيسة بكل طوائفها، الكنيسة المصرية بكل طوائفها. الكنيسة لما اتحدت وصلت ربنا اشتغل. مش عايزين أبدا ننفصل مرة تاني، عايزين نكمل سكة الوحدة، وعايزين نتواضع قدام بعض ككنائس وكطوائف. رب جايين نقف عن الكنيسة النهاردة يا رب، نقول لك حامي عن كنيستك يا رب، حامي عن الكنيسة يا رب، حامي عن الكنيسة. مفيش عدو خارجي بيهاجم الكنيسة يا رب، لكن إبليس، إبليس جاي، إبليس جاي يا رب. تعالى الكنيسة نظف كنيستك يا رب، تعالى وضب ببيتك يا رب، تعالى وضب بيتك، تعالى وضب بيتك يا رب، تعالى اطرد يا رب، اطرد باعة الحمام يا رب وموائد الصيارفة، تعالى قلبها، تعالى نظف الكنيسة وسربلها بالتواضع وبالحب وبالخضوع ليك يا رب. خليها تمد ايديها لايدين بعض يا رب، وتمسك في بعض وتمسك فيك وتكمل معاك يا رب، تكمل المشوار اللي بدأته. اصحي اصحي اصحي، نقترب من عرشك نسبه لنا، نتضع امامك نطلب حضورك، نقترب من عرشك نسكب قلوبنا، نتضع أمامك نطلب حضورك. Yeah.
بعده حضراتكم عندكم مشوار لازم تعملوه، مش هينفع ولا واحد ما يعملش المشوار ده، كل واحد اقعدوا. بكره في ايه؟ في ايه؟ لا في استفتاء. الاجابه الثانيه ما لناش دعوه بيها، ما بنقولهاش. روح عبر عن رايك، روح عبر عن رأيك، أرجوك روح. أمين. إحنا بقى هنصلي، مش إن إحنا بس نروح، لا يكون هناك سفك دم بكرة وبعده مطلقا مطلقا. إن مصر بكرة مش هتشهد قتل ولا بلطجة ولا تفجيرات، وحماية على الملايين اللي هيروحوا بكرة يدلوا بأصواتهم في الاستفتاء يوم الثلاث والأربع، وإن مصر تختبر ملكوت الله، ملكوت السلام، شعار اللي احنا رافعينه ليأتي ملكوتك. دي الصلوات اللي هنصليها طول السنة، ان الناس تختبر ملكوت الله. مش كده؟ نفسي كل اتنين جنب بعض ياخدوا البطاقة معهم. ايه؟ اللي هيروح الاستفتاء، مش اللي هيروح، كلنا هنروح الاستفتاء معنا البطايق. ولو مش عارف تقدر تبعت رسالة بخمسين قرش ممكن ادفعها لك لو مش عايز تدفعها، وتعرف ان المدرسه بتاعتك او المكان بتاع الانتخاب بتاعك فين. خلاص، بس ما تنساش البطاقه، لان من غير البطاقه مش هتقدر تبدي رايك. عايزين نصلي كل اتنين جنب بعض بكره. سوره البطاقه ليه؟ ليه هم عايزين سوره البطاقه ولا البطاقه؟ البطاقه بس، ما تصوروش البطاقات، هم عايزين البطاقه بس. هنصلي كل اتنين جنب بعض ان التلات والاربع مفيش ايه؟ دم. عايزين نقف ضد الدم يوم الثلاث والاربع، وان الناس تروح تستفتي بامان وترجع بامان، ويسود مصر سلام، ونبقى عندنا خطوه كبيره جدا جدا يوم الثلاث والاربع. احنا كل اتنين جنب بعض نصلي من اجل عمليه الاستفتاء يوم الثلاث والاربع، وانه لا تسفك نقطه دم واحده، ولا يبقى في ترويع للمواطنين، ولا ارهاب، ولا مخاوف، ولا تهديد. صلاتنا دي مهمه قوي قوي، اللحظات اللي احنا بنصليها دي قوي. احنا جايبين مصر بين ايدك النهارده رب، جايبين مصر بين ايدك، جايبين الشعب المصري كله بين ايدك يا رب النهارده. نقولك حمايتك يا رب، حمايتك، حمايتك يا رب. مفيش دم يسال، مفيش حد يموت يا رب من اي اتجاه ولا من اي مجموعه ولا من اي طائفه رب، لا مسيحي ولا مسلم ولا اي حد رب. حامي عن الناس، حامي عن الناس بكره رب. الناس تختبر حضورك في مصر يوم الثلاث والاربع، وانت تحامي عن الجميع يا رب، وانت تنقذ الجميع يا رب. احنا بنشكرك، بنشكرك لان الايام اللي جايه ايام يا رب للامتداد، ايام للاتساع، ايام للبركه، ايام للخير، ايام مصر ترى النور يا رب. مصر ترى النور، ترى نورك العجيب يا رب، تختبر حضورك، تختبر ملكوتك يا رب، تختبر سلامك، تختبر امانك، تختبر شفائك. نادي على يسوع، نادي على يسوع. ارسل جيوش ملائكه يا رب عشان يحموا الشعب دول يا رب. جيوش، ابعت جيوش يا رب من عندك تسيج حوالين الناس يا رب، والناس اللي في قلوبها رب كراهية، الناس اللي في قلوبها رب أفكار شريرة. احنا بنصلي يا رب انك توصل لهم يا رب، انت بتحبهم واحنا بنحبهم، وبنقول لك يا رب اوصل لهم الايام دي. كل قلب قاسي، كل قلب عاصي، كل قلب رب متكبر متشدد، تعالى بلمساتك الالهية، تعالى بنورك العجيب لي يا رب. انت عملتها قبل كده رب مع شاول، عملتها مع شاول اللي كان مبسوط بالقتل، تعال اعملها مع كل شاول في بلادنا الايام دي يا رب. ونادي عليهم يا رب نفس النداء، نفس النداء. صعب عليك، صعب عليك، تعال بنورك يا رب، تعال بنورك، تعال بنورك. مصر تختبر الملكوت يا رب، ليأتي ملكوتك على بلادنا يا رب، ملكوت السلام وملكوت الامان، ملكوت الحب، ملكوت التواضع، ملكوت الشفاء. انا عايز اخونا جرجس يقودنا كده، يقود الكنيسه في صلاه من اجل الايام اللي جايه.
نشكرك لأنك رب الإله القدير، الإله القدير المتحكم في كل الأمور. يا رب نصلي يا رب لأجل بلادنا بكرة وبعد بكرة، يا رب نصلي لأجل الدم على القائمتين والعتب العليا في كل مكان يا رب في أرض مصر، أن العدو يرى الدم ويهرب. يا رب يهرب يهرب يا رب، بشكرك لأنه لا يا رب تلقون يا رب لا تدنو ضربة من خيمتنا، لكن يا رب بنصلي لأجل حمايتك، لأجل حمايتك، لأجل حمايتك باسم يسوع المسيح. يا رب في الشوارع، في اللجان يا رب النهاردة، على كل الناس يا رب، حتى في الأماكن البعيدة المتطرفة في الكرة والنجوع والشوارع يا رب النهاردة، نصلي من أجل من جيوش من الملائكة باسم الرب يسوع المسيح لحماية شعبنا من أي مخططات يا رب، من أي مخططات، من أي مخططات من عدو الخير يا رب. النهاردة تحمق، تحمق يا رب كل مخططاتهم يا رب النهاردة باسم يسوع المسيح. يا رب نستودع بين إيدك شعبنا، نستودع بين إيدك الاستفتاء، نستودع بين إيدك يا رب كل الأمور، كما لخالق أمين في عدم الخير يا رب، كما لخالق أمين يا رب في الخير، نستودع يا رب بلادنا وانفسنا بين إيدين كريمة، بين إيدين قديرة يا رب، تجتاز بينا الأيام دي يا رب بسلام، يا رب تجتاز بينا الأيام دي بسلام يا رب، بسلام بسلام. نصلي لأجل السلام، الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع، ولكل إكرام ومجد. إحنا نقف مع بعض وإحنا بنصلي الكلمة دي، احفظ بلادنا يا رب، احفظها من الإرهاب، احفظها من الشر، احفظ ولادنا واحفظ بلادنا واحفظ شعبنا الأيام دي يا رب. احفظ بلادنا يا رب وإملاها من خيرات، جايين بكل القلب ملناش رجاء غيرك. احفظ بلادنا يا رب وإملاها من خيرات، جايين بكل القلب ملناش رجاء غيرك.
كمان نصلي عشان حاجة مهمة الكتاب بيعلمنا نصلي من أجلها، لكل من هم في منصب. الجيش والداخلية كان عليهم عبء كبير الأيام اللي فاتوا، والحكومة بصرف النظر عن رأينا، بصرف النظر عاجبنا أو مش عاجبنا، مش دي القضية. القضية إن إحنا محتاجين نصلي لهم، نقول يا رب اديهم حكمة وهما بيقودوا البلد، وخصوصا في الأحداث زي بكرة وبعده، التعامل بحكمة وبتعقل، إن ربنا يسكب الحكمة السماوية النازلة من فوق عليهم ويدع مخافته في قلوب الجيش والداخلية والوزارة. عشان كده نفسي ارفع ايدك كده وصلي من اجل الثلاث أجهزة دول، قول يا رب تعال عليهم بحكمة الأيام دي، يا رب تعال عليهم، انت وضعتهم في المنصب دون، انت حطيتهم في الأماكن دي، كل سلطان معطى منك يا رب ايدهم بالحكمة. احنا جايين نصلي لهم النهاردة، نشكرك من اجلهم، نقول لك يا رب مخافتك تبقى في قلوبهم يا رب ليصنعوا مشيئتك، مخافتك تبقى في قلوبهم ليصنعوا مشيئتك. اديهم تعقل وحكمة في كل القرارات وفي كل التوجيهات اللي بيوجهوها للجيش أو للشرطة رب باسم المسيح، حتى لا يسفك دم في هذه البلد يا رب. هدوء هدوء يا رب على مصر يوم الثلاث والأربع يا رب، تبقى حاجة غريبة، حاجة غريبة اللي يجرى في مصر يوم الثلاث والأربع بسبب حضورك وتشريفك لبلادنا يا رب. احنا بنعظمك بنعظمك نعطيك المجد. يوم السبت اللي فات كان جه واحد، خليكوا واقفين انا اقول جملة، جه واحد يعني هو شبه خبير اقتصادي يعني من كندا، صديق، فكنا بنتكلم، فقاعدين بنتكلم بقى في الفلوس والبورصة والاقتصاد والبلاد اللي بره عاملة ايه. فبيقول له في انهيارات مادية هتحصل في نورث امريكا والدول دي، والناس هتهاجر للدول العربية لان فيها بترول، وهيحصل هجرة من الدول دي للدول العربية. هو بيتكلم عن الثروة والاقتصاد. انا قلت له انا متأكد ان الهجرة هتحصل، بس مش بسبب الثروة، بسبب وجود يسوع، بسبب مجده اللي يروح على البلد. صدق مجدك يعود ليها، وتبقى دي هجرة، بلاد هجرة، كل الناس تتمنى تيجي تعيش في مصر. امين. شايفينك وانت بتمشي يا رب، سلطانك وسطينا، والفعل ملكك ملك الحب يا منور اراضينا. شايفينك وانت بتمشي يا رب، سلطانك وسطينا، والفعل ملكك ملك الحب يا منور اراضينا. الارض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالم وسطينا. الارض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالم وسطينا. ماشيين وياك رافعين رايات، وعود غاليه ثمينا، بالدم الغالي نشوف حياه، ده صليبك يحمينا. ماشيين وياك رافعين رايات، وعود غاليه ثمينا، بالدم الغالي نشوف حياه، ده صليبك يحمينا. مصر ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي فلسطينها. مصر ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي فلسطينها. عايشين لابسين والكل يقين، تعال روحك فينا، بيتين في بينا وبين جمعين، هنبيلك علينا. عايشين لابسين والكل يقين، تعال روحك فينا، بيتين في بينا وبين جمعين، هنبيلك علينا. ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي فلسطينها. مصر دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي فلسطينها. كل شعوب من الارض بتهتف تعرف ملك يسوع، ونسبح لك ونغني لك ونفرح بالخشوع. كل شعوب الارض بتهتف تعرف ملك يسوع، ونسبح لك ونغني لك ونفرح بالخشوع. مصر دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي فلسطينها. مصر دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي فلسطينها. عايز اقول لكم احنا مش محظوظين. كلمة محظوظين دي كلمة مش مناسبة خالص وغلط. احنا مش محظوظين، احنا متبركين، لان اللي عينينا هتشوفه، اللي عينينا هتشوفه ما حدش هيشوفه في البلد دي.
طول ما الكنيسة بتصرخ وبتصلي بلا انقطاع وتقول له املك على الارض واملك على البلد، هيعمل ايه؟ هيملك. وهنشوف التغيير على كل الاصعدة. نفسي قبل ما نختم، تعودنا نصلي صلوات وربنا يعمل ايه؟ استجيب، صح؟ قبل ما نصلي للمرضى عندنا حد مخطوف، احنا صلينا لعصام، فاكرينه؟ معجزة بكل المقاييس، ما عرفتش سمعتوها اكيد يعني اللي حصل مع معجزة، يطلع لا فدية ولا ضرب ولا اي حاجة كده، والواحد من اللي خاطفينه هو اللي ايه؟ يطلق سراحه. مين اللي بيعمل كده؟ مين اللي بيحط مخافته في قلب الناس فيصنعوا مشيئته؟ هو تبان بالعين المجرده، ده هو اللي خطفه، ده هو اللي بيحرسه، ده هو اللي يروح في 60 داهيه لو طلعه، مش كده؟ بس ربنا بيغير الازمنه والاوقات، ربنا بيغير الاذهان وبيغير القلوب. في اخ متغيب، مش قاله مخطوف، خرج من يوم 16/8 السنه اللي فاتت من محطه احمد عرابي ولم يعد حتى الان. اسمه ابراهيم جرجس عطله، عنده 54 سنه. الموبايل بتاعه يمكن يطلع على الشاشه، اللي يسمع الاسم ده او يعرفه انا هقوله، اكتبه وطلع على الشاشه، 012 37 511 98. كمان المشاهدين اللي بيتفرجوا على الكارما، لو تسمع اسم ابراهيم جرجس عطله اتصل بالرقم دون. احنا هنصلي، قول الرقم تاني، 012 777 511 98. عايزين نصرخ من أجله، نقول يا رب المفقود يرجع، المفقود يرجع، أيا كان سبب الفقدان بتاعه، مخطوف بقى مش مخطوف، هو مشي بمزاج، أنت رب المفقود يرجع، أنت بتعرف ترجع المفقودين. ارفع إيدك كده وصلي من أجله، قول له يا رب كده النهاردة الشخص ده يا رب أنت توصل له، تخلي أهله يوصلوا له، أنت تعمل حاجة رب في الأجواء. إحنا ما نعرفش أنت هتعمل إيه، لكن أنت تقدر، إحنا جايين لإله قادر عنده سلطان، أنت عندك سلطان يا رب، تقدر تنادي على اللي ضايع وترده يا رب، مش بس اللي ضايعين روحيا لكن حتى المفقودين بالجسد يا رب أنت تقدر تردهم يا رب. أنت إله قادر على كل شيء، أنت صاحب السلطان يا رب. اللي عملته يا رب معانا بيقول يا رب أنك تقدر تعمل وترد هذا الشخص يا رب. رجعه يا رب، رجعه، رجعه البيت ورجعه الأهل ورجعه لعياله يا رب، حتى لو بقاله شهور يا رب مفقود أنت تقدر، الزمن مش بيفرق معاك يا رب، أنت الزمن لا شيء أمامك يا رب. أؤمر النهاردة بالعودة باسم المسيح يا رب، ليك المجد، ليك المجد. عايزين نصلي كمان من أجل طلبات في استجابات، هموت أنا من الموضوع ده. شوفوا ده مليان قد إيه، وشوفوا ده فاضي قد إيه. هتوقف على صلاة الكنيسة إن ده الورق يقع منه وده يبقى فاضي. بجد أنا بتكلم بجد، احنا صلينا الحاجات محددة وربنا عمل ايه؟ معجزات. ينبغي ان يصلى كل حين ولا يبالي، صلوا بلا انقطاع. ساعات بنريح في الصلاة، نقول بقى زمن الايات والعجائب والمعجزات بيحصل. هنصلي لكل المرضى اللي هنا، بس كمان عايزين نصلي من اجل، انا مش عارف اقرأ الاسم، في حد يعني عنده كانسر، إيمان أخت مش عارف مين، حد من أمريكا يعني، وعندها كانسر وطالبة صلاة الكنيسة وحالة غالبا متأخرة. عايزين نكمل صلاة للنرمين بتاعة استراليا، يعني في تقدم، بتاخد دلوقتي الكيماوي وأنا بتابع أخبارها، في تقدم بعد ما كانوا قالوا تقعد في البيت لغاية لما خلاص يعني دي ما تاخدش حاجة، فالمعجزة اللي حصلت إنه قرروا يدوها، والمعجزة اللي حصلت إن في تقدم ملحوظ. عايزين نكمل صلاة للنرمين ان ربنا يتم الشفاء، وان كل العلاج اللي ربنا بيستخدم الطب للشفاء دي معجزه برضو، ما في ناس بتتعالج وما بتخفش، صح؟ فانها تتعالج وتخف دي معجزه. فاحنا عايزين نصلي للاخت ايمان، ونصلي لنرمين، والكل اللي عندهم امراض هنا، امراض جسديه وامراض نفسيه، عندهم اعاقات ذهنيه، ربنا يقدر، ربنا يعمل ايه؟ يقدر يخلق جسد جديد،
يعمل مكونات جديدة لأنه الخالق. يدي عينين جديدة ويدي قلب جديد ويدي كلى جديدة وكبد جديد ورجلين جديدة وإيدين جديدة وشعر جديد وكله جديد. ربنا يقدر يعمل كده. مش كده نفسي الدكتورة نورة وفوزي هنصلي من أجل الطلبات دول. هنصلي بإيمان وكل الكنيسة تتحد معهم في الصلاة وبإيمان نقول يا رب عايزين نشوف إيمان بتخف، عايزين نشوف نرمين بتخف، عايزين نشوف كل اسم اتحط هنا أيا كان نوع المرض إنك تقدر تشفيه. فرحانين بوجودك قوي في وسطينا، متشكرين عشان تنازلك لينا يا رب، متشكرين متشكرين انك مشرفنا، متشكرين انك بتميل اذنك لصراخنا، متشكرين عشان انت الاله اللي بتسمع وبتستجيب يا رب. انت الاله اللي بتسمع وبتستجيب، انت سامع الصلاة، انت سامع الصلاة. عشان كده اليك يأتي كل بشر يا رب، عشان كده رب نرمين جيالك وايمان جيالك وعشرات ومئات وألاف يا رب جايين لك. نروح لمين غيرك؟ نروح لمين غيرك يا رب؟ مين اللي يؤمر الكانسر فيهرب من الأجساد غيرك؟ مين اللي يؤمر العينين يا رب المقفولة أنها تتفتح غيرك؟ مين يؤمر يا رب الودان الصماء أنها تتفتح غيرك؟ يا رب أنت الإله القدير، أنت الإله القدير، أنت المخلص الشافي يا رب. إحنا سبحنا ورفعنا اسمك وسقفنا ليك وشكرنا عشان عارفينك انت مين يا رب. انت لا يعثر عليك امر، لا يعثر عليك امر يا رب. لا ننظر للمرض لكن ننظر للاله، للاله اللي بيعطي الصحة، اللي بيعطي الشفاء. ننظر للاله اللي دفع ثمن امراضنا في الصليب علشان بجلدته ننال الشفاء. عشان كده رب نتحد باخواتنا، ونتحد باخواتنا اللي قدام شاشات التلفزيون يا رب. كل حد يا رب واقف قدام شاشات التلفزيون في اللحظات ديت بيصرخ ليك وطلبك يا رب، يا رب نتحد بيه يا رب، ونسأل نسأل تنازل عجيب ولمسات إلهية. انت تزور البيوت يا رب، انت تزور البيوت يا رب في القاهرة وفي أسوان وفي الأقصر وفي المنيا وفي أحياء يا رب القاهرة، حي حي يا رب. انت اللي تدخل البيوت، انت اللي تضع يدك على المرضى فيبرؤون يا رب. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، ليك المجد يا رب، ليك المجد. اهديكم معايا كده، خلونا كلنا نتعد في الصلاة، مش واحد بس اللي يصلي. كأن دي طلبتك انت مش طلبة الناس. باسم يسوع ليأتي ملكوتك يا رب، ليأتي ملكوت الشفاء على كل مريض، على كل مخدع، على كل واحد قاعد على السرير النهاردة، على كل واحد بيتألم، على كل واحد بيعد الساعات، على كل إنسان قالوا له الأطباء وقتك خلص. باسم يسوع ليأتي ملكوت الشفاء. ننتهرك باسم الرب يسوع أيها المرض في هذه الليلة، باسم المسيح ننتهر كل مرض، ننتهر كل كانسر، ننتهر كل وجع باسم المسيح. كل خلية ترجع سليمة كما خلقها الرب، كل وجع يتبدد كما لسلطان الرب، كل وجع باسم المسيح. كمان كل نفس معذبة، كل نفس مظلومة، كل نفس مقهورة، كل نفس مخطوفة، كل نفس معذبة مضطهدة، لكم الرب، ليكن لكم الرب سور حماية، ليكن لكم المسيح اليوم المنقذ. ليأتي ملكوت الله في وسطكم، ليأتي ملكوت الله في مشاكلكم، ليأتي ملكوت الله في زواجكم، في بيتكم. ليتبع المسيح ما تفرق، ليبني المسيح ما هدم، باسم يسوع وبسلطان الكنيسة المعطى لنا في المسيح يسوع. آمين. فاكرين الآية اللي بدأنا بها الاجتماع؟ افرحوا في الرب كل حين، صلوا اقطع اشكروا فيه كل شيء. ما جاش وقت بقى نتكلم عن الفرح، بس نختم بترنيمة فيها فرح. زيدوا المسيح تسبيح حماس وحب وفرح للمسيح. زيدوا المسيح تسبيح، علوا الإله بنعم. Oh,
هللويا. مستحق، هو مستحق، هو مستحق. بعد الاجتماع مباشرة في صلاة للشفاء في قاعة إبراهيم سعيد وللتحرير في الدور الأول في المبنى الجديد. خلونا نختم مع بعض بالصلاة الربانية. اسمعنا يا أبانا ونحن ندعوك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، تأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. وإله السلام يعطيكم السلام من كل جهة. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم من الآن وإلى آخر الدهور. آمين.